من الغواصة المصرية S42 للقوات البحرية المصرية. معنا سيدة الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية. سيدة الفريق نرحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. سيدة الفريق، يعني دلالة انضمام هذه القطعة البحرية الهامة للقوات البحرية المصرية؟ طبعا نحن بنأكد أن دي دلالة عميقة جدا، هي دلالة رمزية في إجراءاتها لكن عميقة في معناها، بمعنى أننا لما بضيف غواصة بإمكانيات متطورة زي الغواصة 209، هي من أحدث وأكثر الغواصات التقليدية على مستوى العالم، أنا بضيف حقيقة مستوى تقني قتالي عالي جدا لقوات البحرية المصرية. ده أمر في إطار تطوير التحديث اللي بيحصل في منظومات التسليح، مش على مستوى قوات البحرية بس، لا على مستوى القوات المسلحة، واللي بيتم بخطة دقيقة بإشراف القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار منهج تطوير التسليح. الأمر الثاني أن ده بيعزز من قدرات مصر وقدرات القوات المسلحة على تعزيز وفرض الأمن والسلام العالمي، وأيضا مواجهة التهديدات اللي موجودة في المنطقة واللي بتتعرض ليها دول كثيرة وتعرض ليها دول كثيرة في الوقت الحالي، أدت إلى نتائج إحنا مش مرضية بالنسبة لشعوب دول المنطقة، وبنشوف ما يتطلبه هذا الأمر. هذا الأمر يتطلب إن القوات المسلحة تمتلك من القدرات التي تستطيع بها إنها تتصدى لهذه التهديدات اللي موجودة واللي بتقوم بها جهات كثيرة وبتتعاون في جهات كثيرة، وتخلينا لدينا القدرة على إن احنا نحكم تأمين مياهنا الاقتصادية ونحكم تأمين موانينا المتعددة في البحرين المتوسط والأحمر، ونكون قادرين إن احنا نعمل مساهمة فعالية في تأمين الملاحة العالمية اللي بتمر في قناة السويس.